المزيد من المتابعة عبر الهاتف بينضم إلينا دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير، خمسة تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. مساء النور. الحقيقة أنه في توجيهات كبيرة وكثيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيما يتعلق بالجامعات الحكومية بشكل عام وأيضا المستشفيات الجامعية بشكل خاص. أهم هذه التوجيهات يا دكتور؟ يعني توجيهات السيد الرئيس هي امتداد لما أعلنه سيادته سابقا من أن الصحة والتعليم هم على رأس اهتمامات سيادته، فكان هناك توجيه واضح من السيد الرئيس للسيد الدكتور خالد عبد الغفار خاص بتطوير المدينة الطبية لمستشفى لجامعة عين شمس، وهي يعني حضرتك لعلك تعلمي انه مستشفى الدبرداش انشئ سنه 1928. وهناك مشروع تقدمت به جامعه عين شمس ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي لانشاء مدينه جامعه عين شمس الطبيه المتكامله اللي تتكون من 3200 سرير، ستة مستشفيات، مستشفى الدمرداش الجراحي، مستشفى الدمرداش الباطني، مستشفى أمراض القلب والأوعية الدموية، مستشفى النساء والتوليد، ومستشفى الأطفال القديم والجديد، ومستشفى طب المسنين، بالإضافة إلى خمس مراكز طبية متخصصة في علاج الأورام والطب النفسي والسموم والجهاز الهضمي ومركز عين شمس للبحث الطبي. طبعا يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه يا دكتور هو بالأساس موجود ولكن بيحتاج إلى تطوير، ولا حضرتك بتتكلم إنه سيتم بناؤه من أول وجديد؟ لا، ده موجود لكنه يحتاج إلى إحلال وتجديد وتأهيل وتطوير وتنسيق بحيث إنه يتكامل في شكل مدينة طبية تتعلق بتقديم الخدمة الطبية، المداخل والمخارج، الطرقات حواليها، إنشاء لاندسكيب ومكان للحدائق، لأنه جزء مهم الحقيقة من تلقي الخدمة الطبية المكان المحيط بتقديم الخدمة الطبية، مش بس المستشفى، ما يحيط بالمستشفى من ممرات، من جراعات، من خضرة، من هواء صحي نقي، فكل ده كان مخططا في مخطط مدينة عين شمس الطبية. طيب هل في جدول زمني تم وضعه للانتهاء من إعادة تخطيط المستشفى الجامعي يا فندم؟ هي المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2019. بقية المراحل، المرحلة الثانية المفروض أن تنتهي في 2021. والمرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي في 2024 إن شاء الله. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على كل ما تفضلت به من تفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، شكرا جزيلا لك.